أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة الحضور الكرام، من أولى من دواعي السرور أن أرحب بحضراتكم اليوم في هذه المناسبة الفريدة وهي تقديم كأس مصر، ذلك الكأس التاريخي الذي صنع في عشرينيات القرن الماضي، والذي نتشرف اليوم بسفارة أذنية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتفضيل. ولعل من الواجب الإشارة إلى أن وجود كأس مصر في المملكة العربية السعودية الشقيقة لا يعد خروجا لكأس هذا الوطن، باعتبار أن كلا البلدين الشقيقين انتدادا لبعضهم البعض على مر التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل، كما أنه يمثل مناسبة تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية بينهما، والتي تتعزز يوما بعد الآخر بظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وخادم الحرمين الشريفين أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. السادة الحضور، لا يفوتني بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة المصرية وهيئة الترفيه السعودية والاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم وكل من بذل جهدا مخلصا متميزا ليأخذ نهائي كأس مصر في الصورة التي تليق بقيمة البطولة وبالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وختاما أود أن أعرف عن تمنياتي الخالصة لطفي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالتوفيق ليقدم مباراة كبيرة تعكس القيم والقيمة له وبما يتناسب مع علاقة الكرة المصرية في جو يسوده الود والروح الرياضية بين النعوين والجماهير. أشكركم.